هاد السيد تلاقيتو في 2014، تزوجنا 4/4/2014. من بعد ملي تزوجت به مشيت لفنلندا، ولدت وليد وبنيته، جلست تقريبا شي 4 سنين ونص. من بعد دخلنا المغرب، جلسنا 9 شهور في الرباط في الوفاق في تمارا، وجينا شرينا هاد الارض هادي شي 6 شهور بعدا وحنا تنقلبوا على هاد الارض. هو قال لك حقا انا باغي نشري شي بلاصه جي الجبل، بغى يتكالما، وهذا مع هو مدمن، باغي تيشرب بزاف. حتى ملي كنا في فنلندا عطيها غير شرابات شرابات شرابات. صافي ملي جينا هنا، المهم دخل الفلوس معاه، كانت كتدخلنا تقريبا شي 1.5 مليون ولا علاين شي 2 مليون ديال الشوماج، فيها حتى فلوسي فلوس ولادي كانوا كياخذهم ليا، لا ملي كنت في اوروبا لا ملي كنت هنايا. صافي بقى عاطيها غير المخسر المخسر. كنا كنجلسوا في هذيك الفيرما التحتانيه مع واحد السيد اللي خدينا من عنده الارض، هو كان الكوليك لتحت. صافي الشرابات الشراب في الاول، بعدا كنا درنا خيمه هنايا، جلست مع شهر في الخيمه. علاش؟ حيت نجيو لهاد البلاصه هادي كنجيو مع 3 ولا 4 ديال العشيه، كيبقى جالس هنا حتى شي 4 الصباح ولا 5 الصباح. صافي عاجبو المنظر الشرابات وهذا، فالتالي قال لي علاش غنديرو، غناخدو خيمه غنسكنو فيها. سكننا في خيمه حنا والدراري، باش زعما مبقاوش يتكرفصوا. صافي شنو نقول لك، المهم ملي جينا كنا كنشريو الماء في الاول، ملي كانوا الفلوس كناخدو السيترنات ديال الماء وهذا. من بعد ما بقاوش باغيين يجيبوا لنا حتى السيترنات، واخا عنده الفلوس، حيت هو هاد الناس المنطقه هو متكبر الناس اللي تيبيعوهم لينا. من بعد ما بقاوش كاع باغيين يجيبوهم لنا، ولينا كنمشيو نعمروهم في واحد البير، حتى كيتعايب معاهم، هو متكبر يعني، مش تيبقى يسبهم يعايرهم. من بعد عنده الفلوس ما بقاوش كيجيبوا له الماء. من بعد ولينا كنمشيو نعمروا من واحد البير كاين ها هو هنا الفوق، وملي خسرت الطوموبيل كنبقاو بعض المرات بلا ما الماء باش نشربوا، اولويات الحياه. وكيقول لك وجعنا من الماء كل شيء، حين الماء ما كاينش. عاد واحد السيد تيجيبوا منا بالحمار، باعوا لنا لي باتري ديال الطاقه، حنا ما كناش عارفين هذيك الساعات ديال الريموكات خسروا. راه تم بعد ندخل نوريكم لداخل، يعني ما عندي فين شارجي التليفون، ما كاينش الضوء، ما عندي فين صبنها، هما الحوايج ديالي لداخل. من بعد غندخل غنوريهم لكم. ما عرفتش، الحياه قاصحه الصراحه، ما كاينش مدخول. كيلومتر زياده تنضرب على رجلي وتمشي الخدمه، وكنجي في 11 ديال الليل، كنمشي كنسربي، كنجي في 11 ديال الليل. ولا حول ولا قوه الا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل. وما كاينش حتى ترونسبور، كنتعرض حتى للتحرش. التحرش شحال من واحد تيرميني في نفس الطريق، شحال من واحد حطني شحال من مره في البيست. وهاد البلاصه كاينين الكلاب، ما باغي لا يخدم لا والو، كيقول لي واخا نطلقك ما غاديش نبيع انا هنا. هو عاجبو لهنايا، علاش؟ راه هو راجلي راه كبر مني ب 18 عام، ماشي مشكل العمر، حنا تزوجنا عن حب، ولكن صافي بحال هو عاش حياته. والدراري ها المدرسه دابا جايه، بنتي راه كانت كتقرا في الرباط، عاد درت لها انتقال، كانت خسرتنا الطوموبيل، شكون اللي غيديها شكون اللي غيجيبها؟ لاكريش ما قراهاش ليوم بجوج، وهاد الدراري عندهم جنسيه فنلنديه، يعني خاص ما عرفت. بغيت حقا انا بقيت باغا والو، باغي غير نخرج اخويا من هنا، نمشي نشد، بغيت غير نطلق، اللي يوقف معايا نطلق، ونشد غير، واخا انا اصلا ضربه تماره ضربه، ونشد غير بيت وكوزينه. صافي انا وليدات دابا تقريبا شي 4 سنين، طالعه في 4 سنين صابره، كنقول نصبر على الدراري، كنمشي لدارنا ونجي، راه غاديه جايه لدارنا، غاديه جايه لدارنا. تيوعدني بوعد، كتدخل عائلته، ما بغى يدير حتى شي حل. انا راه عييت، انا اصلا ما عرفتش دابا، راه تنهضر ما عرفتش شنو تنخرج. عائلته واش شنو غاديين يقولوا؟ عائلته راه هما بريوسهم تيهضروا معاه، تيقولوا له هاد البلاصه هادي راه ما صالحاش للدراري، هز ولادك سير غير اسبانيا، كاع عندهم الجنسيه عندهم هذا، راه الدراري تيسوفخي ورا المدرسه، راه هذا هو تيدير لي فراسو. هو عاجبو الحال هنايا، ولكن انا ولادي لاكريش ما قراوهاش. ولدي كنقرا، كانوا خلصوا عليه عائلته واحد تريميست الاولى، خلصوا على الولد شهر خرج، لاكريش ما قراهاش كامله، هذا العام عنده السي بي. البنت حتى هي كانوا خلصوا على تريميست الاولى، من بعد ما بقاوش باغيين يخلصوا كانت قرات الاول ونجحت، طلعت الثاني. منين بغيو ندخل بغينا نقريوها الثاني في الحكومي، حيت ما عندناش باش نقريوها، مشينا للمدرسه قال لك لا خاصك تجيبوا لها انتقال. ملي مشينا للمدرسه البريفي قال لك خاصكم تخلصوا، صدقنا معاودين لها الاول، ضيعنا لها الاول، يعني خاصها نورمالمون طلع الثاني، عاودت قرات في الاول. درت ليها انتقال، درت ليها انتقال، مشيت للمدرسه دفعنا لهم شيك. ملي خسرتنا الطوموبيل مشيت قريتها، ديجا هزيتها من الاول للثاني، دابا راه هي في الثاني، هذا العام عندها الثالث، ولكن كي غدير تقراها الطوموبيل خاسره. السيد ما مسؤولش، ما عندوش الغيره على مرتو على ولادو،